يعطيكم العافية جميعا. إن شاء الله هسه بدي أبدأ لكم محاضرة بشرح لاب 2 اللي هو بون أوف لور لم. رح نبدأ طبعا بأول عظمة أو أول بون موجودة في الـ في اللور لم اللي هي بتحكي عن البلفيك جيردلز. لما حكينا بالأبر لم في عنا الشولدر جيردلز أو بيكتر جيردلز، حكينا بتكون من الكلافيكال والسكابيولا، أما هاي بتكون من إيش اللي هي الهيب بون. هاي الهيب بون عنا هي عبارة عن الريجولار بون، طبعا هي تصنيفها الريجولار شكلها تمام، بس عندنا جزء الإيليوم منها اللي هو هذا الجزء، الجزء المسطح منها بنسميه فلات تمام كلحاله تمام. هسه هي بتتكون من ثلاث أجزاء رئيسية اللي هي البيوبس، هاي المنطقة الزرقاء تمثل البيوبس تمام، وهي المنطقة البنفسجية تمثل الإسكيوم، وهي تمثل الإيليوم تمام. بس بالنسبة للأجزاء الرئيسية في عنا إيليك كريست اللي هو الفوق، هذا السطح اللي فوق اسمه إيليك كريست، وفي عنا انتيرير سبيرير إيليك سباين، وفي عنا انتيرير انفيرير إيليك سباين. طبعا هون في عنا بكون بينهم الانتيرير سبيرير إيليك سباين والانتيرير انفيرير إيليك سباين، بكون في بينهم الانتيرير بوردر، وفي هنا عنا البوستيرير بوردر اللي هو بكون بين بوستيرير سبيرير إيليك سباين وبوستيرير انفيرير إيليك سباين تمام. ركز على منطقة الجريتر سياتيك نوتش والليسر سياتيك نوتش. بديك تركز معي كيف نمسك هاي العظمة. أول ما أشوفها أنا طبعا هاي العظمة واضحة، أول ما أشوفها راح أعرف إنها هيب بون، يعني ما راح أخربط بينها وبين أي عظمة تانية تمام. هسه في جزء عندنا بكون الجزء العلوي منها في زي كب شيب، يعني بكون زي جزء مجوه اللي هو اسمه أستيبيولم. أستيبيولم أول ما تشوفها بتعرف إنها قاعدة تطلع على الهيب بون من الليترال، من جهة الليترال تمام، من الليترال سيرفيس. الأستيبيولم في بكون تحتيه تريانجولار أوفال أو فورمن معين اسمه شو أبيتيتر فورمن تمام. هسه بغض النظر إيش بكون فيهم، وهذا ما راح أشرح لكم لأنه أصلاً عندنا وقت قصير أول إشي، والمش مطلوب منا هذا الحكي، هذا مطلوب بالمادة النظرية. بدي إياه منك في اللاب تعرف تميز بينهم تمام. هسه بالنسبة للجريتر سيتيك نوتش بتحط إصبعك فيه، اعتبر إنك حطيت إصبعك فيه تمام. طبعاً امسك إيدك اليمين، اعتبر إيدك اليمين معي، حط إصبعك الإبهام اللي هو الإبهام تاعك او الاندكس فينجر، حطه وين؟ بالجريتر سياتيك نوتش. شايف انت كيف مسكتها؟ هسا انت بتقدر تشبكها وين قدامك حدا، بتقدر تحطها على اليمين ولا على الشمال، علما انه الاسكيام هي بتكون بالجزء البوستيرير، اما البيوبس بتكون من جل انتيرير. هذا طبعا حكي بنعرفه، انا ما راح اعيده. الاسكيام بتكون بالجزء البوستيرير والبيوبس بتكون بالجزء الانتيرير. طبعا انا مسكتها، حط اصبعك بالجريتر سياتيك نوتش بهذه المنطقه، حط اصبعك ايش بايدك اليمين، امسك لي ايدك اليمين معي، واصبعك اللي هو الاندكس حط لي اياه بالجريتر سياتيك نوتش، حط لي اياه بهاي النوتش، اعتبر حالك انك مسكتها. انت قدامك حدا تحطها على يمينه ولا على شماله راح تزبط؟ راح تحكي لي انه هذا جزء الليترال، فهي راح تيجي وين؟ على على ش... على شمال اللي انا قدامي. طيب اذا شمال، اذا على شمال، اذا على شمال اللي انت قدامك، يعني على شمالك انت، فهي راح تكون بالنسبه له شو؟ على اليمين تمام؟ اذا تعكس، يعني هاي بالنسبة لها رح نعكس. يعني مختصر بسيط بسرعة، أول إشي بدي إياه منك، أول إشي بدي إياه منك تكون ماسك لي الأصبع الإندكس فينجر ساعك، بتحط لي إياه بالجريتر سياتيك نوتش. بعد ما تحطه بالجريتر سياتيك نوتش بتحط على حد قدامك، أو على نعتبر على أناتوميكال جسم تشريحه قدامك، هل بزبط يمين أو يسار؟ يمينك أنت أو يسارك رح تزبط؟ رح تحكي لي إذا يمينك، إذا يمينك بتحط إنها يسار، إذا يسارك بتحط إنها يمين. يعكس هون لأنك أنت قاعد بتحكي، ما بتحكي عن حالك أو ما بتحكي عن جسم أنت تاعك، بتحكي عن جسم اللي قدامك تمام. هسا بحكي لك إياها اللي هي الهيب بون عن طريق الهيب بون من الأنتيريور سايد. بنلاقي هون إنه عنا في الساكرا إلياك جوينت، هاي الساكرا إلياك جوينت، وفي عنا هون سيمفيزس بيوبس تمام، اللي هو بين تو البيوبس بار. ما مش ضروري اشرح لكم اياه التايب اوف نوع الجوينت سكندري كارتليجنس، راح نحكي عنه ان شاء الله في لاب جوينتس اللي هي اخر لاب في موضوع البون. هسه بالنسبه للماده النظريه، حكى لنا انه قسمنا اياها انه في عندنا ايليوم وفي عندنا بيوبس وفي عندنا الايسكيوم. حكينا البيوبس هي الجزء الانتيرير، الايسكيوم هي الجزء البوستيرير، والايليوم اللي هي الجزء العلوي تمام تمام. وحكينا انه الايليوم فيها الانتيرير سوبيرير إليك سباين وفيها البوستيرير سوبيرير إليك سباين تمام. هسا بين الانتيرير سوبيريور إليك سباين وانتيرير انفيرير إليك سباين اللي هو الجزء الامامي، في عندنا شو؟ الانتيرير بوردر. والبوستيرير بوردر بكون بين البوستيرير سوبيريور إليك سباين وبين البوستيرير انفيرير إليك سباين تمام. طبعا هاي المنطقه، هاي السيرفس بنقدر نسميها الجلوتيال سيرفس. طبعا في عندنا جلوتيال لاين، هذا اذا بتعرفه بترجع للماده النظريه، مش مطلوب منا موضوع اللاب، لانه موضوع اللاب حكى لنا الدكتور بنص الحرف انه الصور من
السلايدات هاي اللي احنا عطينا لكم اياها، تمام؟ فانت بس ركز معي انه كيف تميز يمين شمال، كيف تعرف انها هاي عظمه. ركز لي على الاجزاء تاعها اللي هي انتيرير، وكيف تعرف البيوبس من الايسكيام. طيب كيف تعرف الجزء الامامي والجزء العلوي؟ شوف اذا لقيت الجريتر سيوتيك نوتش، هيو اعرف انه انت بتطلع على البوستيرير، تمام؟ اللي هو المكان راح نحط فيه الاندكس تاعنا، بعديها بنحطه على المريض اللي قدامنا او على الاناتوميكال بادي اللي قدامنا وبنعكسها، تمام؟ اذا كانت يمينك في شماله، واذا كانت شماله في يمينه، والاجابه الاخيره طبعا بتكون بالنسبه للي قدامك وليس بالنسبه لك. يعني انا بس امسكها، انا هي حسنا هي حركناها، حكينا انها شمال، صح؟ شمال، حكينا انها شمالك انت، ولكن بالنسبه للاناتوميكال بادي اللي قدامك راح تكون يمينه، فاذا الاجابه راح تكون هي عباره عن رايت هيب بون. اتفقنا؟ اتفقنا. هاي بالنسبه للبون الاول اللي هي الهيب بون، هون معطيك اياها من صوره النظريه. هاي حكيت لكم انه في جلوتيال لاين، في عندنا انتيرير، وفي عندنا البوستيرير، وفي عندنا الانفيرير. هاي الجريتر سياتيك نوتش المكان راح احط فيه الاندكس تاعنا، وهي الليسر سياتيك نوتش. الليسر سياتيك نوتش والجريتر، بين الجريتر سياتيك نوتش والليسر سياتيك نوتش في عندنا الاسكيال سباين او الاسكيام بادي. طبعا حكينا في الراميس وفي هذا ما بهم، ولكن انا بدي اياك منك تعرفها العظمه كيف، بس تشوفها تعرف انها على طول تعرف انها هيب بون، وبس تشوفها تقدر تحدد انها هل هي ليترال او مش ليترال عن طريق انك تشوف الاستيبيول. لما شفت الاستيبيول اعرف انها تطلع عليها من جهه الليترال، بعدها تمسكها تحددها يمين وشمال. حكيت لك كيف تمسكها تحددها يمين وشمال. هسه بالنسبه لعظمه الهيومرس، حكينا انك كيف تميز بينها وبين الهيومرس. تذكروا انه امبارح بالهيومرس شو حكيت لكم؟ انه عندنا الهيد اوف ذا فيومرس بتكون عندنا اياها برومننت اكثر، طلعوا اكثر من نص كره، هي عباره عن تقريبا كره كامله وفي لها نك طويل واضح النك تاعها. فمن هذا الحكي انا بعرف انها ايش فيومرس. طيب انا حكيت لكم كيف نميز بينها والهيب، بين الهيومرس. هاي الهيومرس وينها؟ هاي الهيومرس، شوفوا بتلاحظ ان هي اقل من نص دائره، اقل من نص كره، طلعوا ما فيش لها نك، ما فيش لها نك واضحه. اذا ما شفتش لها نك اعرف انها ايش هيومرس. اذا شفت لها نك واكثر من نص كره، يعني مور ذان هاف اوف سفير، اعرف انك ايش بتحكي قاعد، نحكي قاعدين عن فيومرس. تمام. طب كيف تعرف انها بوستيرير ولا انتيرير؟ هسه اذا كان معطيك الجزء العلوي منها فقط، تمام، اذا شفت هاي، اذا شفت الجريتر تروكانتر، الجريتر تروكانتر هيك جاي، وعندك الليسر تروكانتر اثنين واضحات. اذا كان الاثنين بينات عندك اعرف قاعد تطلع عليها من البوستيرير، تمام، هاي جهه البوستيرير. طيب كيف تعرف جهه الميديال وجهه الليترال؟ اكيد بما انه الهيد راح يدخل بالاستيبيولم عشان يكمل لي الهيب جوينت، فهي راح تكون جهه الميديال. يعني هاي بده يكون اللي عندي الهيد باتجاه الميديال، فهي اذا بس تشوف عندي الجريتر تروكانتر والليسر تروكانتر اعرف قاعد بتطلع عليها من جهه البوستيرير. اذا ما لقيت عندك التروكانتر هذول اللي هو جريتر والليسر اعرف قاعد بتطلع عليها من جهه الايش؟ الانتيرير. طيب هسه بالنسبه لللور اند، الجزء التحت عندنا في الميديال كوندايل، زي موضوع الهيومرس بالضبط. في عندنا كوندايل وفي عندي ايبو كوندايل، تمام، في عندنا الميديال وفي عندنا الليترال. ما بدي منك تعرف انه مش اعرف انه اجزاء، في عندنا الليترال كوندايل وفي عندنا ايبو كوندايل، اعرف وين حددهم، تمام. في بينهم الانتر كوندايلر فصة او نوتش، تمام، انه يكون في الباتيلا. حلوين. طيب هسه بالنسبه للابر اند، بالنسبه للابر اند بيحكي لك عندنا في الماده النظريه بتحكي لك انه في عندنا هيد وفي عندنا نيك وفي عندنا جريتر اند ليسر تروكانترز، في عندنا الشافت ميدل ثيرد، بيحكي لك في بوستيرير، بوستيرير تاعها بالميدل ثيرد، الميدل ثيرد من البوستيرير تاع الفيومرس. في عندنا بتلاقي الجلوتيال تبروسيتي، وفي عندنا اللينا اسبيرا. هسه اللينا اسبيرا هاي بتكون بالثلث الثاني، يعني بالنص، بتكون بالثلث الوسط، تمام. اما بالنسبه للجلوتال تبروزيتي بتكون بالثلث الاول، تمام. ومنها الجلوتال تبروزيتي بقدر اعرف انها بطلع عليها برضه من جهه البوستيرير. اذا صار في عندي طريقتين للتمييز انها بوستيرير، يا من الجلوتال تبروزيتي الموجوده بالبوستيرير اللي هي بالثلث الاول اللي فوق، يا من عن طريق الجريتر تروكانتر او الليسر تروكانتر. تمام. هسه بالنسبه للباتيلا، الباتيلا يعني مش مطلوب منكم كيف تعرفوا انها يمين او شمال، لانه موضوعها شوي معقد شوي، يعني بدكم تعرفوه بتقدروا تتواصلوا معي. ولكن المطلوب منك انك تعرف انها باتيلا. الباتيلا كيف تعرف؟ انه في لها بيس وفي لها ابكس، عضله مثلثه، عظمه مثلثه، تمام. هي بتيجي بترتبط وين؟ بهاي المنطقه بين الميديال كوندايل والليترال كوندايل اوف فيومرس، تمام. اعرف حدد لي انه البيس واعرف حدد لي الابكس. طيب كيف تعرف انها انتيرير ولا بوستيرير سيرفيس؟ الانتيرير تاعها بين لك عندنا انه سموث، تمام، هي طلع كيف ناعم. اما بالنسبه للبوستيرير سيرفيس تاعها بتلاقي انه في مكان اتصال، في واحد غميق وفي واحد مسطح. من الغميق والمسطح بتقدر تعرف انها يمين وشمال. طبعا هذا الحكي ما بيهمك، ولكن انا بدي منك تحدد لي انها من الانتيرير ولا بوستيرير. كيف بدك تعرف انها بوستيرير؟
انه اذا شفت فيها زي صحن فوق وجزء تحت هي تحت هذا ايبكس بيكون مش على مستوى واحد، اما هون كلياتها على مستوى واحد. تمام. هسه مثل الباتيلا الماده النظريه عنها بيحكي لك انه هي عباره عن تراينجولار سيسمويد بون. ليش سيسمويد بون؟ لانها غرقانه بين التندون بتعمل الفراكشر بتوين بون. تمام. ما بيهمك هون اي شيء، ركزوا على المعلومات النظريه بتقدروا تقراوها لحالكم، واصلا ما في داعي. بحكي لك بوستيريور سيرفيس كونتين تو ارتيكولار فيسن، انه فيها مكان للاتصال، مكان للميديال كوندايل، مكان للليترال كوندايل. تمام. مكان الميديال كوندايل بيكون اعمق، فمنها بتقدر تحدد يمين او شمال. تمام. تمام. فانا بدي منك تحدد لي انها انتيرير ولا بوستيريور. هسه بالنسبه للتيبيا والفيبيولا، هسه هاي العظمتين هدول بدي اعطيك طريقه حلوه انك تميز بين الفيبيولا. كيف بدك تعرف الفيبيولا؟ شايف الفيبيولا رح تلاقي في عندنا ليترال مولز. اذا شفت الليترال مولز هاي شايفين في عندنا ميديال مولز اللي هي موجوده بالتيبيا، وفي الليترال مولز اللي هي الموجوده وين؟ بالفيبيولا. هسه بالنسبه للفيبيولار نوتش في عندنا بالاند هاي الفيبيولا، في عندنا باللور اند تاعها في عندنا زي بيكون نوتش. النوتش هذا بيكون زي المعلقه. تمام. بتقدر تمسكها زي المعلقه. هسه حي اذا قدرت تمسكها زي المعلقه، النوتش هذا بيكون باتجاه شو؟ اتجاه التيبيا، يعني بيكون باتجاه الفيبيولا، بيكون باتجاه التيبيا، يعني بيكون باتجاه الميديال. تمام. باختصار انا عندي الفيبيولا بتكون هي الليترال، تمام، والتيبيا بتكون شو؟ هي الميديال. كيف بدي اعرف انها تيبيا؟ كيف بدي اعرف انه التيبيا نهايه التيبيا اللي قدامي؟ راح اطلع على الميديا المولز. اذا شفت هيك في ميديا مولز هيك في سن طالع منها من جهه الاسفل، راح اعرف انها ايش هاي؟ هاي تيبيا، وبتلاقيها سميكه. الفيبيولا كثير نحيفه واضحه، يعني التمييز بين التيبيا والفيبيولا كثير واضح. تمام. هسه بالنسبه لاجزاء التيبيا، فيها التيبيا التوبروزيتي، وفيها الميديا الكوندايل، وفيها الليترال كوندايل. تمام. انا بدي منك تعرف انها هل هي انتيرير ولا بوستيرير. كيف بدك تعرف؟ اذا شفت التيبيال تيبروزيتي هيها الجزء الهاد بتلاقيه بين الكوندايل الميديال كوندايل والليترال كوندايل، اعرف انك قاعد تطلع عليها فرام انتيرير. اذا ما لقيت التيبيال تيبروزيتي هي، طلع كيف راح تلاقي؟ مش راح تلاقي انه هون في تيبيال تيبروزيتي، اعرف انك شو قاعد تطلع عليها فرام ايش؟ بوستيرير. حلوين حلوين. هسه بالنسبه للفيبيولا، كيف بدك تعرف انها جزء امامي ولا خلفي؟ بدك تطلع على الهيد اوف فيبيولا. الهيد اوف فيبيولا بيكون بيتصل من شو؟ بيكون بيتصل بمكان بالتيبيا اللي هو articulation facet of fibula. تمام. بيكون بجزء البستيريور من التيبيا. ركز انه بيكون بجزء البستيريور من التيبيا. تمام. فالهيد اوف فيبيولا بيكون داخل فيه. تمام. وبعطيني الليترال ميلولز. تمام. هسه بالنسبه انك تعرف انه يمين او شمال، يعني هذول عظمتين مو مطلوب منا انه نعرف انه هل يمين او شمال، فانا بدي منك بس تقدر تميز بين الفيبيولا والتيبيا. تمام. هسا بالنسبة انك كيف بدك تميز بين التيبيا والفيبيولا، انا جمعت لك اياهم اصلا بمكان واحد، هي هسا تحت راح تشوفه انه انا كيف جمع انه كيف بدك تميز بينهم، ولكن هو غير مطلوب. تمام. في عندنا ميديال مولز وفي عندنا الفيبيولا مولز. بدك تعرف انه اجزائهم، بدك تعرف انه هي انتيرير ولا بوستيرير. انا حكيت لك كيف بدك تعرف من الانتيرير والبوستيرير بالتيبيا، انه في عندنا تيبيا التبروزيتي. اذا شفت التيبيا التبروزيتي انت قاعد تطلع التيبيا من الانتيرير، اذا ما شفت الانتيرير تيبيا التبروزيتي انت قاعد تطلع عليها فروم بوستيرير. حلوين حلوين. طيب هي هسه بالنسبه للتيبيا في عندنا ابر اند، حكينا انه فيها ميديال اند ليترال كوندايل. ميديال كوندايل از ريليتيف لارجر ذان ذا ليترال كوندايل. انك تعرف انه الميديال كوندايل بيكون لارجر، يعني شوف كيف عندنا هاي الميديال كوندايل، هاي التيبيا التوبروزيتي. طيب كيف بتعرف انه يمين او شمال؟ شوف هاي الميديال مولز هاد بيكون باتجاه شو؟ الميديال، هو ميديال مولز فبيكون باتجاه الميديال. فانت تمسكها واقدر اشبكها لحالك، راح تكتشف انها هاي شو؟ رايت تيبيا. تمام. مش مطلوب منك تحدد رايت تيبيا، يعني بس انا حكيت لك انه حكيت لك بشكل بسيط انه كيف بدك تعرف اللي بحب يعرف. طيب بالنسبه للماده النظريه حكينا لكم انه في عندنا شافت، حكينا فيها تيبيال تيبروزيتي، وفيها ابر اند، وفيها لور اند. تمام. بالنسبه للفيبيولا فيها الهيد وفيها الشافت. الهيد طبعا بيكون بالاعلى. تمام. ليترال مولز بيكون باتجاه، يعني في عندنا تو مولز زي الكوندايل. تذكروا لما كنا نحكي عن في ستيلويد بروسيس موجوده بالالنا والرادياس، هون في عندنا مولز. تمام. واحد ميديال واحد ليترال. طيب هسه بالنسبه لنيجي للتارز البون، بيكون الاتصال بين التالس والتيبيا بيكون بس فقط، يعني باتصال بين الفوت اللي هي القدم والليج، بيكون عن طريق التالس والتيبيا، في جوينت بينهم. اما بالنسبه للفيبيولا، الفيبيولا ما بتتصل ولا باي شكل من الاشكال بالفوت، يعني ما لها دخل بالفوت. تمام. زي موضوع الايش؟ الراديوس والالنا، حكينا انه الراديوس من تحت
ترتبط بالسكيفويد واللانات، اما بالنسبه للفوت اللي عندنا التيبيا بتتصل بالتالس. تمام، التالس على طول بتلاقي النافيكولار قدامها، تمام، طبعا تمييزهم سهل. بعديها بيجي عندنا اكبر وحده اللي هي اكبر عظمه موجوده فيهم، اللي هي ورا التالس بتكون، اللي هي كالكانس. تمام، قدام الكالكانس بنلاقي شو؟ الكابويد. الكابويد بنلاقي جنبها ثلاث عظام اللي هي عباره عن اليونيفورم. في عندنا الميديا اليونيفورم، في عندنا الليترال يونيفورم، ميديا انترميديت يونيفورم، والميديا يونيفورم. طب بناء على شو ميديا اللي هي والليترال؟ هي بناء عن الميديا بالنسبه للجسم. تمام، احنا بنعرف انه نعرف انه كيف نعرف انه اصلا انه بيج توز. البيج توز بيكون تو فارنكس، زي تتذكروا لما كنا نحكي عن الثمب بالهاند انه في تو فارنكس. لما تشوف تو فارنكس اعرف انه شو بنحكي قاعدين عن البيج تو او الثمب سواء بالايد. تمام، هسه كيف بدي اعرف انها ميديال يونيفورم؟ الميديال يونيفورم بيكون باتجاه الميديال. احنا بنعرف انه اصلا البيج توز هو الموست ميديال، اما بالنسبه للثمب هي الموست ليترال. لما نحكي احنا اكوردنج تو ذا اناتوميكال بوزيشن، طبعا اذا بدك تراجع الاناتوميكال بوزيشن في محاضره رقم واحد، احنا بنعرف انه الميديال انه عندنا البيج تو هو الموست ميديال والثمب هو الموست ليترال. تمام، فعشان هيك لانه جاي ورا البيج توز فهو عباره عن ميديال يونيفورم، وعشانه جاي بين الليترال يونيفورم هاي اللي جاي ليترالي في بينهم انترميديت يونيفورم. اذا هي عباره عن ميديال يونيفورم وانترميديت يونيفورم وليترال يونيفورم، بكون جنبهم الكوبويد. جنب الكوبويد قدام بكون التالس، في عندنا نافيكولار، واخر واحدة الكالكانس. تمام، هي عباره عن التارزال بون. طبعا هسه بالنسبه للفلانجس بكون عندنا في ميتا تارزال بون. الميتا تارزال بون هي عباره عن خمسه، تمام، في لهم شافت وفي لهم بيس وفي لهم هيد. الهيد بيكون باتجاه دائما الديستال زي ما حكينا برضه بالميتا كاربال، وفي نفس القصه بالميتا تارزل. الميتا تارزل بيكون الهيد او الديستال، والموست بروكسيمال اللي هي البيس. تمام، هسه بالنسبه للفرنكس بنلاقي انه البيج تو انه في له تو فرنكس، اما الباقي في ثلاث. هي واحد عده، هي عد معي كلهم فيهم واحد اثنين ثلاث، واحد اثنين ثلاث، كلياتهم فيهم ثلاث، استثناء البيج تو فيها بس تنتين فقط. تمام، هاي بالنسبة للمادة النظرية حكينا لكم عنها بشكل سريع. هاي الصورة تقدر تطلع عليها. طب كيف تعرف انها من فرام بستيريور ولا هاي انقام بطلع عليها انفيريور ولا فرام انفيريور ولا فرام سوبيريور؟ طلع اذا شفت هذا الجوينت، اذا شفت هذا التالس، شفت التالس اول اشي طلع لي على الايش، طلع لي على الفرنكس. لما تشوف اثنين اعرف انه قاعد انت بتطلع على جهة الميديال. لما ترجع من جهة الميديال بتلاقي التالس. شوف التالس، مش حكينا التالس انها بترتبط بالتيبيا من فوق؟ اذا شفت هذا الجوينت موجود اعرف انه قاعد بطلع عليها فرام ايش؟ سوبيريور. تمام، اذا شفت، اذا ما شفته هذا الحكي، ما شفتش التالس وقاعد انه لما رجعت من عند التو فارنكس اللي هي مثل البيكتو، لما رحت على التالس مش موجود التالس. وين التالس؟ مش موجود. هي على طول اعطوني الكالكانس واعطاني على طول اليونيفورم واعطاني الكيبويد، مش موجود التالس. اذا مش موجود التالس اعرف قاعد طلع عليها فروم انفيريور. احنا بنكون خلصنا اللاب 2. اتمنى انكم تكونوا استفدتوا ان شاء الله معي كيف نميز بين يمين او يسار، وكيف نميز كل بون عن الثانيه. ان شاء الله هيك امورنا بتكون تمام. يعطيكم الف عافيه، ونلتقي ان شاء الله في لاب اخر غدا ان شاء الله.